علاجا؟ بطبيعة الحال هذا السؤال طرح ويطرح في تاريخ الفلسفة، وهذا السؤال طرحه العديد من الفلاسفة، لكن من طرحه بدقة هو الفيلسوف فريدريك نيتشه. نيتشه عندما يتساءل حول دور الفيلسوف أو مهمة الفيلسوف، يقول أن مهمة الفيلسوف هي أن يكون طبيبا للحضارة. طبيبا، إذا نحن في عيادة الفلسفة. في عيادة الفلسفة، ومحاولة أن تكون الفلسفة في علاقة حميمة أو في علاقة روحية بالحياة، لأن أصل الفلسفة أو أن الفلسفة تتنفس الحياة. نعم. وتهتم كثيرا. نعم. بما يتعلق بكل حياتنا باعتبارنا إنسانا وبالكائنات الحية الأخرى أيضا. جميل جدا، رائع. إذن نحن في عيادة الفلسفة، والدكتور برهومي هو الذي اقترح، الدكتور طارق برهومي اقترح علينا هذا، قال لما لا تكون هناك عيادة إذاعية عبر راديو الحياة، فهم هي عيادة الفلسفة، عيادة الفكر، ما أحوجنا. كيف يرى نيتشا علاج الحضارة؟ نيتشا يمثل قصة كبيرا في نقد الحداثة الغربية. نعم. ويعتبر أن الحداثة الغربية انتهت بالإنسان الغربي إلى حالة من العدمية، حالة لا تليق بالحياة ولا تليق بالإنسان. نعم. ولا تليق بالفكر. واضح. لذلك يعتبر أن حالة العدمية هذه هي حالة نفي، هي حالة سلب لما هو إنساني فينا. ولذلك أكد نيتشه في هذا السياق على لسان زرادشت، في هكذا تحدث زرادشت. نعم. أن يقول: أنا نقيض روح نافية، أنا رسول فرحان لم يكن له شبيه في يوم من الأيام. هذا التفرد، هذا التفرد، هذه الخصوصية، خصوصية. نعم. هذا التعلق الحميمي الوجداني الشعري بالحياة، بالحياة عبر نافذة الجمال، عبر نافذة الجمال. وهنا يمكن أن نذكر أن نيتشا كان في علاقة ما بفان جوغ، وفان جوغ رسام. كان في علاقة ما بالعديد من الموسيقيين في مرحلته. نعم. وكان يعتبر نفسه أنه هو فيلسوف النقد الحقيقي قبل كانت، لأننا نحن نعرف في تاريخ الفلسفة أن كانت هو فيلسوف النقد. نيتشه يقدم نفسه على أنه هو أكثر نقدية من كانت، باعتبار أن كانت عندما تحدث عن الأنوار لم يكشف عن الجانب السلبي في الأنوار، هو دعا إلى الأنوار وشجع الأنوار، واعتبر أن الفكر الغربي بلغ إلى مرحلة لابد أن يكون فيها تنويريا، لكن لم يكشف بشكل واضح عن ما يمكن أن نسميه مع نيتشه مآسي الأنوار، ومن بعدها مآسي الحداثة. هذه المآسي التي اختزلت العقل في العلم، فكأنما ليس بعلم ليس بعقل. يعني هذه سلبيات الحداثة، الحداثة التي حصرت الحضارة فيما هو علم وما هو تكنولوجيا، اختزلت أصلاً الحضارة فيما هو علمي، وفيما بعد فيما هو علمي تقني، بالتحديد فيما هو علمي تقني تكنولوجي آلي، هذا العقل المنمذج علميا. نعم. إذن الحضارة الغربية إذ تختزل العقل في هذا النتاج الوحيد، في محاولة التفسير الوحيدة هذه للعالم وللطبيعة التي هي التفسير العلمي، فهي قد همشت في المقابل أو أغفلت أو تناست عمدا ما ليس بعلم لكنه من عقل الإنسان، اللي هو الجمال، الأدب، الفن، الفن والفكر بصفة عام. العقل البشري عبر تاريخه والمخيلة البشرية عبر تاريخها كان رهانها الأساسي كيف أو ما السبل
إلى فهم العالم وإلى تأسيس رؤى تسمح لنا بأن نكون على وعي بما يحدث في العالم. فالأسطورة والسحر والفن والدين والفلسفة كلها تعبيرات ثقافية من إنتاج المخيلة البشرية، لكن العقل الغربي كأنه غض الطرف عن كل هذه المكونات أو هذه الإنتاجات للعقل واختزل نشاط العقل في النشاط العلمي دائما من زاوية نظري نيتشا، من زاوية نظري نيتشا ومن زاوية نظري كل نقاد الحداثة وخاصة كل أعضاء مدرسة فرانكفورت بداية من هوركهايمر وأدورنو وصولا إلى هابرماس. واضح. دونك هذا النقد الذي يوجه للحداثة اختزله نيتشا في أن الحداثة تسببت في إحلال حالة العدمية، واعتبر أن حالة العدمية هذه هي حالة منافية للحياة ومنافية لما يسميه هو الدافع الحيوي الذي يتكون أو يوجد لدينا باعتبارنا إنسان انطلاقا من علاقتنا بأجسادنا، حتى أن نيتشا هنا ينقد الميتافيزيقا وينعتهم بكونهم محتقري الجسد ويعتبر أن هذا الاحتقار أو هذا التناسي لما ليس علما هو في الحقيقة قد تسبب في نسيان الحياة. وهنا يتحدث نيتشا عن دور الفيلسوف وهو دور علاجي، دور تشخيصي للأعراض المرضية التي أصابت الحضارة الغربية والتي آن الأوان لمعالجتها ولفحصها ولإيجاد أدوية أو علاج لهذا الوضع الذي ينفي أو يسلب منا الحياة. هكذا نكون بالفعل في العيادة الفلسفية، وهكذا نكون في العيادة الفلسفية من أجل الحياة، من أجل الحياة. حتى أن جيل دولوز عندما يتحدث عن نيتشا وهو الشارح والناقد والمفسر كثيرا لنيتشا يعتبر أن مشروع نيتشا يقوم بالأساس على إدخال مفهومي المعنى والقيمة إلى الفلسفة، معنى الحياة وقيمة الحياة. نعم. وعندما نتحدث عن معنى الحياة يعني الكشف عن حاجتنا باعتبارنا إنسان وباعتبارنا كائنا حيا بالأساس إلى الحياة. ولعل من هنا يمكن أن نتحدث عن رؤية نيتشا لفلسفة جديدة هي فلسفة المستقبل. جميل. يقول نيتشا أن الفلسفة لا تكتفي بتشخيص الموجود وتبريره على شاكلة ما ذهب إليه، وإنما الفلسفة هي نمط من التفكير، نمط من العقلنة للحاضر وقراءة هذا الحاضر وتأويله فيما يمكن أن يتسبب فيه في المستقبل، مع العلم أن فكرة المستقبل هي الفكرة التي عالجتها أكثر المواقف الفلسفية المعاصرة والتي انطلقت بالأساس من نيتشا. فحتى ما يعرف اليوم ببعض التوجهات الفلسفية الجديدة مثل البيوئتيقة، أي الدراسة النقدية للعلوم وخاصة علم الطب والبيولوجيا، تعتبر أن فكرة المستقبل وفلسفة المستقبل هي الانطلاقة السليمة لفلسفة تجعلنا نتشبث بالحياة وتجعلنا نكشف عن هويتنا باعتبارنا كائنات حية. لابد أن تحترم الحياة في ذاتها وأن تحترم الحياة في علاقتها بالكائنات الحية الأخرى، وهذا مبحث إيكولوجي بالأساس. وهنا نلاحظ هذا التداخل بين المعارف، حتى أننا اليوم نتحدث عن اعتراف المعارف ببعضها البعض. نعم. وهذا الاعتراف هو الذي يجعلنا في سياق الاهتمام أو حتى الانهمام، بعبارة فوكوية. نعم. الانهمام بالحياة. حياتنا اليوم مهددة بمخاطر طبيعية ومخاطر تقنية ومخاطر إيكولوجية، ووظيفة الفيلسوف اليوم، الفيلسوف المعاصر وانطلاقا من إشعار نيتشي، هي الاهتمام بما يعزز الحياة. نعم. والاهتمام بما من شأنه أن يجعلنا قادرين على أن نحيا.
حتى أننا اليوم نتحدث عن واجب جديد هو واجب الوجود. يجب أن نوجد شئنا أم أبينا، لأننا إذا ما لم نوجد يعني في المقابل العدم، يعني الحداثة نزلت بنا من هرم الفعل الإنساني من الفني والفكري إلى مستوى العلمي، ومن العلمي إلى مستوى التقني من العلمي. أوي. يعني من النظر إلى التقني. أوي. يعني أوي. بالنسبة إلى نيتشه هذا التراجع الهرمي في قيمة الإنسان وفي معنى الإنسان وفي معنى الوجود، إذن جعله يحتج على الحداثة بأن يعيد للفني للفكري الاعتبار، وهذا هو وجه العلاج للحضارة. أي هي المشكلة بالأساس أننا عندما نتحدث عن الحداثة الغربية أو العقل الغربي الحديث، وكانت انطلاقته مع ديكارت في شعاره لابد أن نستعمل العقل من أجل إنتاج العلم بهدف أن نصبح أسيادا على الطبيعة وملكين لها، حتى نتحكم في الكون وملكين نفهم لها. الكون حتى نتحكم فيه. لكن هذه السيادة مع التطور التقني لم تقف عند حدود سيادة الإنسان على الطبيعة، وإنما أصبحنا نتحدث عن سيادة الإنسان على الإنسان. وهنا نتحدث عن تآزر بين التقني والاقتصادي مع أنظمة رأسمالية، والسياسي مع أنظمة ديكتاتورية، ثلاثتهم يتآزرون من أجل الحد من الحياة أو من أجل مسارعة الحياة بمنطق التقدم التقني، إلى حد أن التقدم التقني أصبح ينظر إليه من زاوية أخلاقوية أنه مهدد للحياة وأنه خطرا يهاجم الحياة، ولذلك لابد أن نستوقفه فلسفيا. جاك إيلول يقول ليس كل ما هو ممكن علميا مقبول أخلاقيا وإنسانيا. نعم. لأنه علميا الاستنساخ ممكن سيرة، ولكنه غير مقبول، لكنه أخلاقيا، أخلاقيا. نعم. يجعلنا نشكك في هويتنا الإنسانية. رائع وجميل جدا، وبالفعل يعني هذه سبقة علاجية في عيادة الفلسفة، ما أروع ما استمعنا إليه، وهو موصول برواق الحياة، رواق الجمال، رواق الفن، ونحن نعاضد ما يذهب إليه نيتشه. إذن بهذه السهرة الفنية الرائعة كانت معنا الأستاذة نجاة الضفاوي، شكرا جزيلا. هذه مصافحة أولى معك، وسنضع خطة حتى تستمر هذه العيادة الفلسفية. مستمعينا الكرام، تواصلون الإصغاء والاستماع إلينا. لك كلمة الختام في هذه الفقرة، كلمة الختام بإيجاز ثم كلمة الختام بإيجاز هنا. أن نيتشه في إطار اهتمامه بالحياة وفي إطار حديثه عن الفيلسوف باعتباره طبيب الحضارة، ينتهي إلى الإقرار أن الفن من زاويته الإبداعية هو سبيل إلى الانفتاح على المستقبل، إذ أنه يحفز فينا إرادة القوة، وإرادة القوة على أن نحيا، على أن نحيا. سكنابيل لو سيرفيفر، لو سيرفيفر، أن نقوى على أن نحيا. أيوة، علينا أن نجرؤ على أن نحيا. يعني بعض الجرأة من أجل الحياة، هذا هو جونا. ما أروع ما دار بيننا، ما أروع ما يعني قيل. حقيقة هي عيادة لابد من أن نفكر، لابد من أن نضع ما وصلنا إليه وما تعلنه الحضارة اليوم وما تتباهى به الحضارة اليوم موضع استفهام، وهذا دور الفيلسوف. كانت معنا منذ الفكر اليوناني، منذ الفكر اليوناني. الحياة نغم وعدد، نغم وعدد جميل. علوم جدا، علوم وفنون، وفنون. شكرا جزيلا. هذه هي الأستاذة نجاة الضفاوي، مشكورة. إذا شرفتنا الليلة ب يعني هذا دافع يسمعوا فينا الموسيقيين توا في الكواليس اللي باش يكملوا معنا السهرة. أستاذة نجاة، هذا باش يكون لهم دافع فكري آخر وحافز على أن يطربوا، على أن يعزفوا، على أن يغنوا للحياة، على أن يبلغوا هذا، أن نبلغ معا هذا المرقى العالي من مراقي الفعل الإنساني. يعني حينما شاءوا تدمير الحياة دمروا الفنون. وي. حتى في بالنسبة إلى هذه الموجات الارتدادية الحادثة في وطننا العربي، في سوريا، ما حدث في سوريا على سبيل الذكر، ذهبوا إلى المتاحف، ذهبوا إلى الفنون، دمروا الرموز، وهو مرقى، أعلى مرقى من مراقي الفعل الإنساني. في هذا السياق بالذات ينقد نيتشه العلم والمثال الزهدي على حد سواء.
يعتبر أن الدين مثله مثل يعني المثال الزهدي التقى مع التطورات التقنية في نقطة مهمة، هي أنهما معا رفض الحياة، أنهما معا رفض غريزة حب الحياة، وأنهما معا رفض القدرة الإبداعية الجمالية التي تجعلنا في صلب الحياة. هذه مقولة نيتشه، ولنا أن بدورنا أن نناقش نيتشه. شكرا جزيلا لمستمعينا الكرام، هذه أجواءنا في رواق الحياة الليلة. سنعود بعد حين إلى بقية الفقرات الموسيقية والغنائية، ومع يعني فصحات شعرية أيضا. فاصل شعري ثم نعود. أكسجين الشعر. أكسجين الشعر. مدينة تتألف من 35,000 شخص جاءت كلها تحضر أمسية شعرية في مسرح لا يتسع لأكثر من 300 شخص. انتهى الهواء الأكسجين بالنسبة إلي، أنا واقف لم أجد أكسجين، بس لقيت أكسجين الشعر، لقيت أكسجين الحب. أعطوني الناس من الحب ما أنا عاجز عن تصويره الحقيقة. أنا يعني القيروان خبلتني، يعني طلعت يعني بنصف عقل من الغد، لأنه لم أتصور أنني في حياتي أستطيع أن أقطف مزيد مثل هذا المجد. أكسجين الشعر. أكسجين الشعر مع الشاعرة السورية سارة خيربك. القيروان عربية، عربية، ومداد قلبي عاشق لسنا الأخوة والهوى إفصاح. أشتاق بلدان العروبة نبضها وطني الكبير وإخوتي الأقحاح، ولتونس الخضراء أنقر خطوتي من شامنا ضوع الهوى فواح. للقيروان، للقيروان على المحبة وجهتي، عين البلاد وقلبها الوضاح، بلد الأصالة والحضارة في المدى تحكي عراقة مجدها الألواح. شيدت، شيدت لعقبتها الكمي مآذن، للآن صوت ندائها صداح. والشاعر الحصري يلهب عشقه وشذا القدود بعطره ينداح. أن اتجهت فسقية من مائها برك الجمال يأمها السياح. آه آه، وحور العين في جنباتها حسن، حسن بحضن لحائه صياح. الله يا سكب العطور بتونس، كل الجمال على المدى أدواح. عقد، عقد من المدن العريق، عقد من المدن العريقة زهوها، والقيروان بوسطه المفتاح. في بيت حكمتها تلوذ معارف، وبكل ركن يستقيم صباح. يرويك إن ظمئت عيونك سحرها، وتريك آية سعدها الأرواح. فاملأ عيونك من محبة أهلها، ودع القصيد يضوعه المداح. أكسجين الشعر. أكسجين الشعر. فاطمة زويري طالبة في السنة 5 بكلية طب صفاقس، وشاعرة تونسية من ولاية صفاقس.
للقيروان أتينا والفؤاد سما، ليخرج الصبح من تغريبة الشفق، والعين طافت بنا حول الوجوه هنا، حتى ارتوت من معين النور في العلق. كل اللغات إذا أشرقت آفلة يا قيروان، سكبت الروح في الورق. منذ الطفولة حل الشعر في جسدي، والطفل يجهل ما في الليل من أرق، وكنت أسكنه وقلت يسكنني إما كبرت ودب الوهن في أفقي، لكنه حرض الخطوات فاختلف تنسل من قلق تمضي إلى قلقي، حتى إذا خلتها ولوح لي برد الرصيف تعالي تهت في الطرق. العمر يا قيروان الكد أرغفة، وأطيب القمح ما يسقى من العرق. والعمر يا قيروان الجود سوسنة، والكف تزهر إن بثت من العبق. والعمر يا قيروان المجد تضحية، وخاب من بر الظلماء في النفق. إني أتيتك لو تدرين خارطة للعرب، أبحث في ماضيك عن مزقي. ينتابني الشك في تاريخنا، ولكم آمنت مثلك في الديجور بالفلق. ينتابني الشك في تاريخنا، ولكم آمنت مثلك في الديجور بالفلق. ينتابني الشك لكن في يديك أرى بعض القصيد يقينا شف للحدق، وكل ركن بهذا البيت يهمس لي بنت الخليل، بغير الشعر لا تثقي. حسبت بحري رهوا فارتميت به حتى غرقت، وما أحلاه من غرقي. أكسجين الشعر. الحياة فام، زهرة الحياة.